بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا عمل بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لهدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرواح رسول الله وزيارة رسول الله وأولاد رسول الله ومجاهدين في سبيل الله
والأولياء والأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا بروحه حضرت قاضي عالم بنا رسالة بنا حضرت محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يا أرواح غوث سمداني خطب رباني پیر لساني شيخ سيد عبد القادر جيلاني قدس سر الله العزيز يا حضرت امام حسن يا حضرت امام حسين شهيدان دشت كربلا وفاطمة الزهر وخديجة الكبرى وعلي المرتضى كل كهف آل يا سلام شيء لله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ناظر الله ناظر رسول پندت نباق کا صدقہ جو کچھ کے نظر نیاز غوث اعظم دستگیر قطب ربانی پیر لاسانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سر اللہ العزیز کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہے بار اللہ سے قبول فرما حاضرین کے طرف سے قبول فرما بچوں اور بزرگوں کے طرف سے قبول فرما نوجوانان ملت کے طرف سے قبول فرما قرآن شریف کے حدیے پڑھے گئے سرکار غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ بے کس پناہ میں 1100 قرآن شریف ختم فرمائے گئے اس کا ثواب سرکار کی بارگاہ میں پیش فرما 1,000,000,000 درود شریف کا نذرانہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضوان اللہ اجمعین کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کیا جا رہا ہے اللہ اسے قبول فرما 1,100 سورہ فاتحہ پڑھی 1,111 سورہ فاتحہ پڑھی گئی اسے قبول فرما 112 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھی گئی پھر سے اسے بھی قبول فرما 3,000 قرآن شریف پیش کیے گئے ہوئے ہیں بارہ اللہ بارگاہ میں قبول فرما بارہ اللہ بچوں نے ہاں مدرسہ